أكثر من 100 شخص جرب معايا هذه التجربة بإشراف مني شخصيا، وحققوا نتائج مدهشة من أسرار تمرين كاف هاء يا عين صاد، أو التمرين الهوائي لكاف هاء يا عين صاد. تمرين مدهش وعجيب بمعنى الكلمة. كل الناس اللي كانت بتعاني معايا في برامج الاستشارات الخاصة أو برامج العلاجية الخاصة من موضوع نوبات الخوف، نوبات القلق، موضوع الاكتئاب، ضعف الشخصية، التهميش في المجتمع، أو البنات أو الأخوات اللي بيعانوا من مشكلة ضعف القبول، بيتقدم ليهم شباب للزواج وبيمشوا ما بيرجعوش تاني. كل الموضوع ده تم القضاء عليه فقط في 15 دقيقة مع هذا التمرين العجيب، ومن أول يوم بأمر الله تعالى. الأمراض الذهانية والأمراض العقلية، أمراض الاكتئاب، الأمراض النفسية، تم القضاء عليها بفضل الله سبحانه وتعالى بهذا التمرين فقط في أقل من أسبوع. تمرين سهل وبسيط جدا، بيصلح في شخصيتك وبيصلح في عقلك الباطن. الناس اللي بتشتكي من موضوع زيادة الشهية، أو من موضوع النحافة، أو من موضوع الأمراض الوراثية، هذا التمرين كان بمثابة معجزة ليهم، وكان بإشراف شخصي مني هتكلمنا عنه قبل كده من حوالي 4 سنوات، ولكن قدمناه بإيجاز. النهاردة بقدم لكم التجربة مفصلة وإزاي تنفذه وإزاي تقوم به، وفقط في 15 دقيقة أو يمكن 10 دقائق كمان. موضوع سهل جدا، مش هستغرق منك أي وقت، ركز معايا. الطريقة مهمة جدا جدا لتغيير حياتك. إياك تفوت هذه الطريقة أو هذه الحلقة لأي شخص سليم أو عنده إصابة مهما كانت من الإصابات الروحية، زي موضوع شيطان العين والحسد، زي موضوع القرين ونشاط القرين أو التابعة، تعطل الزواج، الناس اللي بتشتكي من السحر وإصابات السحر القديمة. هذه الطريقة بتفعل طاقة العقل الباطن وطاقة العقل اللي هو أمانة الله عز وجل، تفعيل لأعلى درجة، وهو أمانة وفي سر وفي أسرار إحنا بنعيش وبنموت دون أن نطلع عليها أو نعرفها، من أسرار العقل والعقل الباطن. النهاردة إحنا نفعلها بكاف هاء يا عين صاد. ركز معي. هم عبارة عن 7 خطوات، وأول خطوة منهم الجلوس على كرسي أو أريكة أو على السرير، وتكون في اتجاه القبلة. ومهم جدا أن أنت تكون على طهارة أو على وضوء، وبالتالي ما ينفعش نقوم به في فترات العذر الشرعية. بالنسبة لأخواتنا الحوامل أو المرضعات يقدروا يقوموا به، ما فيش أي مشكلة. الاتجاه في قبلة الصلاة والاستغفار 100 مرة أو 50 مرة، أي عدد أنت تقرأ عليه. المهم أن الاستغفار والصلاة على سيدنا النبي، إحنا نستغفر ونصلي على سيدنا النبي في مدة لا تزيد عن 5 دقائق، وأنا متجه ناحية قبلة الصلاة وقاعد جلسة مريحة. لازم تكون الجلسة مريحة. الخطوة الثانية منه وهو موضوع التنفس، باخد شهيق لمدة 5 ثواني، باخد أعلى أو أكبر كمية من الهواء قادر أن أنا أحبسها بداخل الصدر، بحيث أنها تضغط على الحجاب الحاجز وتضغط على البطن في خلال 5 ثواني. وبعد ما أخد الشهيق في خلال 5 ثواني، أحبس النفس بتاعي أو أقفل النفس بتاعي لمدة 10 ثواني. بعد ما يفوت 10 ثواني، ببدأ أن أنا أخرج الهواء في عدد 15 ثانية. أعد كده وأخرج الزفير بتاعي أو الهواء اللي موجود في صدري، بعد 15 وعلى أصابع اليدين كده لحد ما أخلص الخمس. بكرر موضوع التنفس أو تمرين التنفس بهذه الطريقة لمدة 5 دقائق. تقريبا هتنفذه 5 مرات في ال5 دقائق. يبقى 5 دقائق استغفار وصلاة على سيدنا النبي، و5 دقائق تمرين التنفس اللي أنا قلت عليه، شهيق 5، بحبس النفس 10، بخرج الزفير أو الهواء في 15، بنفس كده ده كمان لمدة 5 دقائق. الخطوة الثالثة منه وهو الإعجاز القرآني في كاف هاء يا عين صاد. بكررها أو بذكرها 10 مرات، ولكن بقول كل حرف منها في ثانية. إزاي؟ كاف هاء يا عين صاد، قلتها في 5 ثواني وكررها 10 مرات بهذه الطريقة. يبقى 5 دقائق استغفار، 5 دقائق تنفس، تمرين التنفس، و10 مرات بذكر كاف هاء يا عين صاد بهذه الطريقة. كل مرة أقولها على كف يدي، كاف هاء يا عين صاد كده مرة، كاف هاء يا عين صاد، وكررها بهذه الطريقة 10 مرات. بعد لازم تكون في حالة تركيز وصفاء ذهني، ما تفكرش في أي شيء، ممنوع حد يدخل عليك يشتتك. اعملها في غرفة لوحدك، تكون الغرفة طاهرة خالية من أي مشتتات زي الحيوانات أو القطط وخلافه، تكون في مكان هادي. ويفضل أن أنت تعملها بعد صلاة الفجر.
أو بعد صلاة العشاء في مكان مغلق. بعد الانتهاء من ذكر كافها يا عين وصاد 10 مرات بالطريقة اللي أنا أوضحتها، هاخد نفس عميق جدا 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 وأحبسه، وأنا بعد على أصابعي ذكر كافها يا عين وصاد 10 مرات. بعد ما انتهي من ذكر كافها يا عين وصاد وأنا حابس النفس ذكرتها 10 مرات، ببدأ أخرج الهواء ببطء شديد جدا 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 جدا، وبعد كده بترجع للتنفس الطبيعي بتاعك. هتلاحظ إن وتيرة التنفس عندك بقت هادية جدا في الوقت ده، كل ده وانت مغمض العينين. في الوقت ده انت هتبدأ تخاطب عقلك الباطن، انت كده خلاص شحنت جسدك وروحك بأسرار كاف هاي عين وصاد. هبدأ أخاطب عقل الباطن وخاطب روحي وجسدي المادي وأقول السلام عليك يا أمانة الله، وكررها 3 مرات، وهتتخيل ان انت بترد السلام على نفسك، وهتذكر التعديل اللي انت عايز تعمله في شخصيتك أو في صحتك. أريد التخلص من الخوف، أو عايز أتخلص من تروما مثلا البحر، أو تروما أو عقدة مثلا الأماكن المرتفعة، عايز أتخلص من مرض الاكتئاب، عايز أتخلص من مرض المعدة، عايز أتخلص من القولون العصبي، وتكرر الأمر اللي أنت عايز جسدك يتشافى منه، تكرر ذكره 10 مرات بالطريقة التالية: السلام عليك يا أمانة الله، أريد التخلص من الخوف من الأماكن المرتفعة. السلام عليك يا أمانة، تريد التخلص من المرض المزمن الفلاني. بس مهم جدا ان انا اركز على ذكر حاجة واحدة فقط. يعني التمرين بتاعي اللي انا هعمله وانا بكرره 10 مرات في ذكر حل المشكلة اللي عندي يكون حاجة واحدة فقط تنتهي منها. يعني اول ما تلاحظ التحسن بتاعه من اول يوم، اول ما تنتهي منها تبدأ تشتغل على حاجة تانية. موضوع تعطيل الزواج، أريد إزالة النحوسات أو ضعف القبول أو ضعف الجمال أو ضعف الشخصية في التعامل مع الأطراف الأخرى أو الجنس الآخر، وكررها 10 مرات. وجه ووظف هذا التمرين كيف تشاء. أقسم بالله العلي العظيم إنه من الأسرار القاطعة لكاف هاي عين وصاد، ليها سر عجيب ومدهش. وأنا كلمتكم قبل كده في سلسلة حلقات عن كاف هاي عين وصاد من 3 سنوات، وقلت لكم كل حين وآخر أبوح عن سر. إحنا تكلمنا قبل كده عن هذا التمرين، ما كانش باستفاضة وما كانش فيه الدمج مع سر كاف هاي عين وصاد. النهاردة بقدمها لكم كاملة مع أكثر من 100 شخص أنا شخصيا أشرفت على التمرين بتاعهم بفضل الله عز وجل. من أول يعني 3 أو 4 أيام كان تغيير وشفاء مدهش. يعني بس مهم لو أنت بتاخد أدوية أو يعني بتاخد أي شيء لعلاج مرض موجود عندك، ما توقفوش إلا بالرجوع للطبيب، لازم الطبيب بيقولك تقطعه أو تخفف جرعاته وخلافه. دي من الأسرار القاطعة جدا، شيرها وبقوة الناس اللي جربت أسرار كاف هاي عين وصاد وعملتها في الحلقات معانا في السنوات السابقة. تكتب التجربة بتاعتها عشان تشجع الآخرين. أي استفسار عندك اتركه في التعليقات، ولو أنت من الناس عشاق ذكر كاف هاي عين وصاد اكتبها في التعليقات وشجع غيرك، وشجع غيرك على التجربة اللي انت عملتها لانه هو يعملها. نرجو من الله عز وجل ان كل شخص يعملها، وانا واثق لان الحمد لله رب العالمين على يد يعني اكثر من 100 حالة من الحالات المستعصية الشديدة جدا تم شفائهم بفضل رب العالمين من اول يوم ومن تاني يوم، واقصاها كان في اسبوع في حالات الاكتئاب الشديد والامراض الذهنية والامراض العقلية. انفع بيها نفسك وانفع بيها غيرك، الدل على الخير كفاعله. شير الحلقة، خلي الكل يستفيد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. حلقات أصحاب العارفين دايما مهمة. السلام عليكم.